صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يقول فهل إذا أسلم الكافر يغفر الله تعالى له كل ذنوبه حتى الحقوق التي بينه وبين الناس؟ نعم، توبة تجب ما قبلها. كافر إذا أسلم تاب الله عليه من كل ما حصل منه. نعم، صلى الله عليكم سماحة. لكن إذا طولب، إذا طالبه على الحقوق بها يؤديها لهم. نعم.